السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أبانا فنان اليم الكبير أيوب طارش عبسي. الأعزاء والعزيزات الحاضرون جميعا، شاركت في فعاليات كثيرة وألقيت كلمات في جهات العالم الأربع، لكنني اليوم أشعر بالرهبة وأنا أقف أمام أيوب طارش عبسي. أيوب أيقونة جيلنا ونغمة انعتاقنا وفاتحة الجمهورية ونشيد الوحدة اليمنية. أيوب الحب ولوعة المشتاقين وحنين المغتربين ونداء البعيد ومهاجل الزراعة وترنيمة يمنية تتردد على كل لسان. أيوب تاريخ من الفن ووعد لمستقبل اليمن. اليمن، اليمن العظيم الذي عليه أن يتحقق في الزمن القادم بنفس حضوره في تاريخ الفن والثورة وأكثر منه، يتحقق باستمرار بفنه الحي الذي لا يموت، فنه الذي يمنحنا ذاكرة للجمال ومرآة نرى أنفسنا من خلالها وهجاً لا ينطفئ. كان أيوب صوتاً لنا في بداية وعينا بالحياة، وسيبقى بشارة بيمن جديد لا زلنا نكافح من أجل الوصول إليه. نحن محظوظون بوجودك بيننا فناننا الكبير وأبانا. نحن محظوظون بوجودك بيننا، نحتفي بك اليوم، نحن نحتفي بك. إذن نحن نحتفي بالفن والفنانين اليمنيين جميعهم من خلالك، وعلى وجه التحديد فناني سبتمبر وأكتوبر، من رحل منهم ومن لا زال على قيد الحياة. إذا أردتم أن تعرفوا اليمن وماذا تعني لها ستينيات وسبعينيات الثورة، فانظروا إلى جيل فنانيها العظماء. انظروا إلى فنانيها في سنوات ولادتها وشبابها. تأملوا أيوب طارش عبسي وأبو بكر بلفقيه وعلي الآنسي ومحمد مرشد ناجي وعلي السمة وفرسان خليفة ومحمد سعد عبد الله وأحمد قاسم والسنيدار والحارثي وعبد الرحمن الحداد وأحمد فتحي وأمل كعدل وآخرين لا تحضرني أسماءهم الآن. كان جيل الفنانين الرواد تعبيراً عن حياة جديدة وميلاد اليمن، ميلاد اليمن بعد عقود من ظلام الإمامة ومظالم الاستعمار. والإمامة والاستعمار كما علمنا تاريخنا يأتيان معا يدا بيد ويرحلان معا يدا بيد. وكان لانتكاستنا دائما وجهان، أحدهما من الداخل والآخر من الخارج. الفن ذاكرتنا وأيوب صوتنا الذي يذكرنا بأننا شعب لا يموت، ويمن يأبى الانكسار أمام الضيم والظلم والظلام. دعونا نعود إلى الفن، فأمام الفن تصغر السياسة وتتقزم الحرب وتصغر كبارها. وإذا حضر أيوب حضر الفن بكله. خلف هذه البساطة الأليفة التي عرف بها أيوب طارش عبسي، خلف هذه البساطة الأليفة التي عرف بها أيوب طارش عبسي، تاريخ من الإبداع والتألق والإنجاز الفني. خلف هذا التواضع الجم تاريخ مجيد
أصبح تاريخنا نحن، تاريخ يمننا، لا سيرة حياة فنان يمني فحسب. الأعزاء جميعاً الحاضرون في هذه الفعالية التكريمية لأهم رموز الفن في يمننا الحبيب، لا ألقي كلمة اليوم، أنا أعبر عما عشته من إحساس باليمن وجبالها، ثورتها، حقولها، سهولها، شجونها، من خلال صوت أيوب طارش عبسي وأغانيه وأناشيده ونغماته. أيوب ليس مجرد فنان عابر والسلام، لقد كان ولا يزال حالة نادرة في حياة شعبنا ومجتمعنا، حالة استثنائية أفرزتها اليمن في لحظة تاريخية معينة، انتخاب طبيعي أرادته الحياة ليكون صوتنا ونغمتنا ونشيدنا ومهجلنا ونداءنا في زمن لا يتكرر وفي ذروة لا تكون متاحة كل يوم. ولهذا فإننا نحتفي بأنفسنا عندما نحتفي بأيوب، والاحتفاء بفنان يمني من جيل الرواد له مذاق خاص بيننا اليوم. لقد عم الجحود حياتنا، نعم للأسف عم الجحود حياتنا العامة، حتى أن كل فنان لا يحتفى به إلا بعد موته، لكننا نحتفي اليوم بفناننا الكبير أيوب طارش عبسي وهو بيننا، ونقول له عمرا مديدا وأمدك الله بالصحة والعافية لتشاهد حب الناس، أمدك الله بالصحة والعافية لتشاهد حب الناس واحتفاءهم بك. تكريم الفنان يكون وهو حي يستمع لصدى إبداعه وتقدير مجتمعه لفنه وعطائه وبذله، ولعلنا بهذا الاحتفاء البسيط نستدرك في أيام الشتات شيئاً مما لم يحدث في أيام الاستقرار. نحاول أن نقول كلمة في زمن الحرب لم تقل في زمن السلام. لقد مرت علينا سنوات عجاف كانت القيمة العليا فيها لقاطع الطريق والناهب وأهمل الفن والفنانين والمبدعين، حتى ظن الناس أن اليمن تجحد أبناءها، تجحد مبدعيها وتتنكر لهم. لكن اليمن ليست هذه السلطة، اليمن ليست هذه السلطة، اليمن هي الناس، هي البسطاء، اليمن هي الأرياف، العمال، الشقاة، المزارعين، ومن يكدون من أجل لقمة العيش الكريم. اليمن هي ملايين الناس في المدن، الذين يدركون الحقائق بصمت ويعرفون من يمثلهم ويتحدث باسمهم ومن يكذب عليهم ويسعى لطمس تاريخهم وفنونهم وقوتهم وقدراتهم. ومن غير أيوب والفضول نتعلم منهما فضل الشعب وقدره ومكانته. اهتفوا للشعب، اهتفوا للشعب، إن الشعب جيش لا يذل. وقفوا للشعب، إن الشعب أولى أن يجلوا. وثقوا بالشعب، إن الشعب شهم لا يغل. واعملوا للشعب، الشعب فما خاف سيف بيد الشعب يصل. دمت بخير وعافية فنان الشعب الكبير أيوب طارش عبسي. السلام عليكم.